فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تقول: ما موقف طالب العلم مما جاء في بعض كتب الآئمة من الطعن الشديد على أبي حنيفة رحمه الله، كما يذكر في كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد وغير ذلك، وما هو الموقف منها؟ هذا ما كان معروف عند الناس إلا لما أثاره بعض الجهلة في بعض المحطات الفضائية من يومين، كل الناس ما بحثوا في هذا. نعم، في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد في آخره كلام في أبي حنيفة ألحق به، والنسخة المطبوعة ليس فيها شيء من هذا، لكن ألحق به أخيرا. وقصد السلف الذين تكلموا في أبي حنيفة من ناحية أن أبا حنيفة يعتمد على القياس ولم يستدل بالأحاديث، وإنما عمدته غالبا على القياس، هذا ما أخذ من أخذ عليه فقط أنه يقول بالقياس. والقياس لا شك أنه القياس أنه دليل شرعي، لأن أصول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس أبو حنيفة. لكن الأئمة ما يصيرون إلى القياس إلا عند الضرورة، إذا لم يجدوا دليلا من الكتاب والسنة ولا من الإجماع يقولون بالقياس. أما أبو حنيفة رحمه الله توسع في القياس، هذا الذي أخذوه عليه وعابوه عليه، إنه توسع في القياس. وقد أجاب بعض المحققين عن أبي حنيفة رحمه الله بأنه كان يعيش في العراق وقت الفتن، وقت الكذب، اشتد الكذب ووضع الأحاديث على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو صار يعتمد على القياس ولا خوفا من الوضاعين والكذابين، خوفا لأن الكذب انتشر في العراق، وفي خلاف الحجاز مكة والمدينة فهم أهل رواية وأهل حديث وإتقان، أما في العراق فلما كثرت الفرق وكثر الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو حنيفة رحمه الله اعتمد على القياس. هذا السبب، هذا هو السبب في كون أبي حنيفة رحمه الله كان يعتمد ويتوسع في القياس، وهو إمام جليل بلا شك، وهو أقدم الأئمة الأربعة، وهو أخذ عن التابعين وقيل أخذ عن الصحابة، فهو إمام جليل، ما في كلام من ناحية عقيدته ولا من ناحية دينه، إنما أخذوا عليه توسعه بالقياس، هذا المأخذ عليه رحمه الله. وهو معذور كما ذكرنا لكم، لأنه في وقته فشل الكذب والوضع لا سيما في العراق، فهو تحاشى هذا الشيء. نعم، يقول: على كل حال ما نحب أنه تثار هذه المسائل، وكان هذا الجزء من الكتاب محذوفا في الطبعة التي اعتمدها العلماء في وقت الشيخ عبد الله بن حسن رئيس القضاة في مكة، النسخة التي طبعها وأشرف عليها ليست فيها هذه الزيادة، لكن جاء بعض الباحثين هداهم الله وألحقها بها فأحدثت هذا التشكك وهذا. وعلى كل حال نحن نحب أبا حنيفة، وهو إمام لنا، لأنه من أئمة أهل السنة والجماعة، هو إمام لنا من أئمتنا ولا نطعن فيه أبدا. نعم.